كل الشكر لمعالي الوزير، ونبتدي كلام أبطالنا مع الأسطورة الحية للخماسي الحديث، بطلنا بطل الذهب أحمد أسامة الجندي. اتفضل يا أحمد. وأحمد خمسة في واحد. السلام عليكم. طبعا حابب اشكر كل الناس اللي موجودين النهارده. يمكن كنا لسه بنقول بره دلوقتي مع معالي الوزير، يعني وجودنا هنا في مهرجان العالمين حاجه كبيره، اول مره نبقى موجودين هنا، بس بنقول ان احنا ان شاء الله نفضل نشرف الرياضه المصريه. واخر 7 8 سنين تقريبا كنا الحمد لله طورنا بشكل كبير جدا في الرياضه، والوعي الشعب المصري بالرياضه زاد جدا. يعني كنا موفقين جدا الحمد لله في باريس، كان في ناس مش موفقه شويه، اللعيبه مش كان في لعيبه يعني قدر لهم ان هم ما يبقوش موفقين، بس احب اقول ان هي يعني ما بنحبش كلمه اخفاق شويه في الاولمبياد بالذات، لان الاولمبياد دي في حد ذاتها حدث كبير جدا، حدث ما بيحصلش غير كل 4 سنين، وان انت توصل في حد ذاتها زي في الاولمبياد زي ما كان دكتور اشرف صبحي بيقول ان ده شيء كبير جدا، وما بيبقاش اخفاق، هو عدم توفيق شويه، لكن كل واحد بيبقى عمل اللي عليه، كل واحد بيبقى بذل اقصى ما يمكن ان هو يوصل للميداليه. بس الحمد لله يعني قدرنا نحقق 3 ميداليات ذهب وفضه وبرونز في 3 العاب مختلفه، فالحمد لله يعني على الانجاز بتاع باريس. نتمنى ان هو ان شاء الله نكون في اولمبياد لوس انجلوس نقدر نحقق عدد ميداليات اكبر. وفي الاخر طبعا يعني حابب اشكر الشركه المتحده على وجودها يعني بجانب الرياضه المصريه ودعمها للرياضه، وطبعا حابب اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضه واهتمامه بالرياضه. ومن 3 سنين لما كنا في التكريم الرئاسي بعد طوكيو، لما حتى هو كان بيتكلم في قصه ان الرياضه هي يعني بتزيد من وعي الشعوب، وان هو حتى كان مهتم جدا بان احنا نبقى دايما موجودين في اي حاجه في اي ايفنتس في الدوله. فحابب اشكر طبعا برضه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه والاتحادات الرياضيه. شاكر جدا. استنى يا احمد، انت رايح فين؟ بس استنى انت رايح فين؟ احنا عايزين بقى نفتح الاسئله لزملائنا الصحفيين، الاسطوره الحيه بتاعتنا احمد اسامه جندي، فاتفضلوا. طب انا عايز اسالك سؤال عبال ما الناس انا عايز اعرف انت عملتها ازاي؟ يعني ان انت اكتر من جوله في النزال بتاع السلاح، وبعد كده قفز بالحصان وهم اللي بيختاروا حصان انت مش متمرن عليهم مش عارفه، وبعد كده تنزل تعوم، وبعد كده تجري، وبعد كده رميه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، 5 كلهم صح واكتر من مره، انت بتعمل ايه يا احمد؟ لا الحمد لله بتكسر رقم اولمبي 1555 نقطه، انت بتعمل ايه؟ لا الحمد لله يعني مش الحمد لله مش اول مره نعملها ان احنا نكسب ميداليه اولمبيه في الخماسي. يعني في اولمبياد شباب 2018 كان ليا نصيب الحمد لله ان انا اجيب ميداليتين ذهب في اولمبياد شباب 2018، والميداليه الفضه في اولمبياد طوكيو، وميداليه الذهب في اولمبياد باريس. فيمكن المره دي كان طعمها مختلف شويه، عشان طبعا الحمد لله تحطيم الرقم القياسي والعالمي مرتين، يعني مره في السيمي فاينلز ومره في الفاينلز، فالحمد لله الرقم اتكتب باسمي، ويعني حاجه انا فخور بيها جدا، وحاجه كنا نتطلع ليها ان احنا مش بس مجرد ان احنا نجيب الميداليه، لكن ان احنا كمان نحطم الرقم، لان المره اللي فاتت كانت الميداليه فضه في اولمبياد طوكيو يمكن ما كانتش متوقعه قوي، بس الحمد لله قدرنا نجيبها. وفي اولمبياد باريس كان الوضع مختلف، عشان الانجاز لما هتحس ان هو انجاز اكبر وانجاز احسن طبعا لما بتجيب ميداليه بلون مختلف واكبر، يعني اللي هي بتكون ميداليه الذهب. فدي دي دي كان وراها حاجات كتير جدا، يعني انا كنت موفق جدا الحمد لله طول البطوله، موفق بوجود اهلي معايا اللي هم موجودين برده النهارده، يعني حابب اشكرهم برده ان هم يعني مامتي وبابايا يعني كانوا من اكبر طبعا يعني من اكبر الداعمين ليا، وكل المدربين بتوعي يعني بصراحه كان برده يعني كان نفسي يبقوا موجودين النهارده. وحاجه كمان برده يعني يمكن الحاجه المره دي برده اللي كانت مختلفه في اولمبياد باريس، ان الحمد لله السلاح كان موفق جدا، هو اللي خلانا ان نبقى ليدنج البطوله من الاول خالص، ودي حصل انجاز او يعني طفره فيها خلال 3 سنين اللي فاتوا، من خلال ان احنا عملنا معسكرات واحتكاكات خارجيه،
حابب اشكر فيها برضو يعني نادي ابو ظبي الرياضي للمبارزه ان يعني بمساهمته في ياخد ذهب كتير، ولكن انا ما عنديش فكره اذا كنا خدنا قبل كده اصلا رقم قياسي ورقم اولمبي، واعتقد ان دي حاجه انجاز كمان يفوق انجاز انك تحصل على ميداليه ذهب يعني. فاولا هل انت كنت مخطط ان انت تحطم الرقم القياسي الاولمبي وايضا العالمي، لان دول رقمين مش رقم، يعني انك تحطم اولمبي رقم ثم انك تحطم عالمي رقم تاني، فالانجاز اللي انت حققته ما اعرفش اذا كانت حقق لمصر قبل كده ولا لا، هو انجاز ضخم بنبارك لك عليه. وهل كانت خطه ولا كانت الخطه الذهب وده توفيق ربنا؟ طبعا لا، هو كل حاجه بتوفيق ربنا طبعا، بس يعني خلينا نقف عند النقطه برضو اللي انت قلتها، ويعني احييك على ان انت قلتها، قصه ان انت تحطيم الرقم العالمي وتحطيم الرقم الاولمبي دي كانت اول مره تحصل، وده الانجاز الاكبر، لان طبعا الميداليه حاجه كبيره جدا، واي ايا كان لونها ذهب فضه برونز هي ميداليه اولمبيه، ده شيء عظيم. فخليني اقول لك ان هو الرقم تحطيم الرقم العالمي والاولمبي ده كان الانجاز الاكبر، وده اللي خلى يعني ان الحمد لله ان احنا نبقى اسمنا زي ما بنقول ايه محفور في التاريخ يعني. بس طبعا يعني الحمد لله يعني خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا من خلال البطولات ومن خلال الحاجات اللي احنا كنا بنلعبها، كنا مركزين على الرقم العالمي والاولمبي ان احنا نكسره، لان احنا كنا قادرين يعني. الحمد لله انا قبل الاولمبيكس لعبت ثلاث بطولات، واحده ذهب واثنين برونز، كنت يعني كنا دايما مركزين على الرقم ان هو يتكسر، ايه اللي ممكن يتعمل في الفروسيه في كل لعبه، كنا مركزين ان هو في سكور معين لازم يتجاب عشان نكسر الرقم في الاخر. والحمد لله يعني يمكن في السيمي فاينلز كسرت الرقم الاولمبي، وانا كنت خلاص هاخد اليمينيشن في الفروسيه يعني، الحمد لله عدت بتوفيق ربنا يعني. ودي حاجه برضو كنت عايز اضيفها في القصه دي، ان انت لما ساعات بتبقى مطمن شويه ممكن تاخد على دماغك يعني، بس طول ما انت مركز وطول ما انت باصص على اللي انت عايز تعمله بس بتوصل للي انت عايزه. لان انا كنت بعد منافسات السباحه اول يوم كنت ماشي اول، مش قصه اطمنت، بس اللي هو كنت عايز اعدي اول يوم السيمي فاينلز ده ايزي يعني، وتاني يوم اللي هو الفاينلز هو اللي ادوس فيه. بس جينا في الفروسيه كنت هقع يعني، كنت الحصان واقف قبل السد، كنت هاخد اليمينيشن يعني من السيمي فاينلز، واحنا على ان احنا عايزين الذهب اصلا، بس كنت هاخد اليمينيشن. بس صححنا الاخطاء في تاني يوم، وقدرنا ان احنا نفوكس اكتر ونركز اكتر مع المدربين على الاخطاء اللي كانت موجوده في اليوم ده، والحمد لله يعني عدت بكرم ربنا يعني. كل الشكر لبطلنا. اتفضل يا فندم. اتفضل. قبل ما يجي بقيه الشباب هو يعني هفسر احمد ايه. احمد زي لاعب، بس هو زي منتخب كره القدم وزي منتخب اي منتخب جماعي. احمد معاه تيم كامل وتيم كله مصري، وطبعا الاتحاد المهندس شريف العريان ومجلس الاداره الحقيقه والبلانرز، احمد جبنا له مدرب سلاح مصري موجود مخصوص قبلها بفتره، الحقيقه الاتحاد عرض عليا وقلنا نعمل اي حاجه، وجيه علشان عايز يزود الجزء ده. احمد معاه المدير الطبي او الدكتور ابو العلا، حضراتكم عارفينه طبيب منتخب كره القدم، معاه دكتور للعلاج الطبيعي، ده كله تيم احمد، معاه مدير فني بيهندل الخمس العاب، وبعدين معاه مدرب للسلاح، مدرب للفروسيه، كابتن او كلهم نجوم، انت تقول اساميهم، كابتن ياسر عصر ده يعني من نجوم الفروسيه، ومعاه مدرب الجري، ومدرب الجري معاك 17 سنه تقريبا، 17 سنه مش كده؟ من ساعه ما بدات يعني خماسي يعني. يعني 17 سنه حوالي 17 سنه الحمد لله. فكل ايفنت ليه مدرب، ومعاه المؤهل النفسي، ومعاه اخصائي التغذيه، ده تيم بيتحرك. هم 12 واحد يعني، هم احنا لاعب واحد يعني 12 يعني 7 8 مدربين ويوجا ونيوتريشنست ودكتور، فيعني هو تيم كامل زي ما حضرتك بتقول يعني. انا اتمنى ان انا ابقى بوفيهم حقهم دايما، بس يعني بس دي رساله يعني. ايه يعني ايه البطل؟ ده كله بيتحول الى يعني تكلفة احنا كان لازم نكون معاها. ومهند زميل احمد، مهند الجزء بتاع الفروسية اللي وقع ده نزله من نومينيتد ان هو يبقى قد يكون فضة الى يعني الترتيب اللي هو فيه. فيعني كل حاجة بقى ليها ظروفها، لكن ده اللاعب الفردي او لاعب منتخب مصر، ده شكل اعداده، شكل تكلفته، هو عشان يتأهل. لعبت كام بطولة عشان تتأهل؟
لعبنا فوق من ساعه طوكيو لعبنا فوق ال 15 بطوله 15 يعني. بطوله عشان يتاهل للاولمبيكس. 15 بطوله بره مصر وجوه مصر، بطولات كلها تنافس عنيف جدا وما بينهما اعدادات. دي برضو يعني صوره يمكن انا بفسرها هو مدى تعبه واجهاده عشان يوصل لحجم الميداليه ديت. انا سلمت ابراهيم ليك. اتفضل يا فندم، شكرا جدا، كل الشكر لاسطورتنا احمد اسامه جدي.